Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين
والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.